Selam. Ben şebabım Kemal. Akış sağa etkin şebab. Ben akışı Kemal. Acute traumatic fever. Hani acute traumatic fever ki complication of streptococcal bulbar infection. طبعا الحمد لله هسه هي الكيتوماتيك فيفر اقل من قبل لانه يعني شافوا استخدام بدا استخدام البنسلين بدات تقل الاكيوتوماتيك فيفر، لكن ممكن نشوف يعني ممكن ان نشوف الاكيوتوماتيك فيفر لانه نبغى واحد ما نسوي كونسلتيشن ميديكال كونسلتيشن ممكن نشوف complication of tonsillitis اللي هي شنو acute traumatic fever. يعني نشوف هي شنو etiology criteria for diagnosis of acute traumatic fever dementia diagnosis. هي المهمة هنا لازم نتأكد انه شنو الكريتيريا for traumatic fever وشنو differential diagnosis مالتها and how to manage it. هي حقيقة immunological disorder initiated by poor beta hemolytic streptococcal. أكو فد share between certain component of group A streptococcal يعني coronated نفس البكتيريا MM protein plus cell wall ويا من with specific mammalian tissue. Mammalian tissue يمكن تكون أكثر organ affected بالرماتيك fever هي الهارت والبرين والجوينت. فيصير immunological reaction يعتبرها البدي foreign body فيكون immune system affect the heart و affect the brain و affect the joint. بعدين تجي من عنده oxidative and proliferative inflammation يعني affect يعني ال immune system يكون يعتبر ال heart يعتبر joint blood vessel يعتبر يعني يعتبرها foreign body يعتبرها كأنه infection و and hospital infection فبالتالي يصير inflammation oxidative and proliferative inflammation. لكن هنا لدي major organ effect الهارت والجوينت والقلب والوزر سكتين استشو الشيء اللي هي مميز بيه انه effect the joint and bite the heart. يعني هي الجوينت تكون benign ويا effect الجوينت تكون joint components تكون benign لكن bites the heart. Bites the heart معناته damage the heart. هي مشكلة بالروماتيك فيفر. main complication بالروماتيك فيفر هي main هي روماتيك هارت valvular disease. اوكي فهي main problem بالروماتيك فيفر هي الكارديتيس والريفرسبل او irreversible valvular or heart defect or valvular complication. الميجر كريتيريا هي كارديتيس يعني و مايجريتوري بولي ارثرايتس. اذا ارثرايتس اللي بيها شو تكون اول شيء مايجريتوري وبعد شو تكون بولي ارثرايتس بعد كوريا ابنورمال موفمنت كوريا ويساعدهم سيربتينيس نوديول يساعدهم ريتيما سيربتينيس نوديول هو بيتي مواجهات. المين انتري هي لازم اكو هيستوري او بريسيدنج اما سور ثروت او سكالب فيفر ذاتس ميديا ات ليست 250 ويكس يعني عندي هيستوري اوف تنسيلاتيس او ذاتس ميديا سكالب فيفر فور ذا at least 2-3 weeks before the development of new symptoms of carditis or arthritis. Okay. The age of rheumatic fever. The age of rheumatic fever. This is uncommon in the, before the age of 5 years. It is common at the age of school age child. It is from 5 to 15 years. 5 to 15 years. The problem is, one attack
المشكلة إنه ممكن يساعدهم ريكيرنس، يعني أسوي ريكيرنس وما تكتبهم. وهذا حتى الكريتيريا ما تشمل بعد الجونز كريتيريا، لا هذا تعتمد بعد أني نتعرف عليه بلوت كونشر، تعتمد على الإيكوكارديوغرافيك تشينجز أو مانيفستيشن. طبعا البرزنتيشن والسنتنس والسجلية. أوكي، ريسك أوف ريكيرنس يعني مو ممكن. احنا عادة هسه اللي راح نتكلم عنه هو أكيوت روماتيك الريكيرنس، ممكن يصير يعني اللي يصير عند وان تايم روماتيك فيبر ريسك أوف ريكيرنس روماتيك فيبر. إذا لك شيء شنو نخليهم احنا هذول أهل الروماتيك فيبر، نخليهم على لايف لونج أنتي بايوتيك بروفيلاكسيس. لايف لونج أنتي بايوتيك، أوكي. طبعا فور هيجين فور نوتريشن ممكن الهيستولوجي اللي نشوفها مالت هيستولوجيك جينز هي عبارة عن بروكن انفلاماتوري ليجن، هي عبارة عن انفلاميشن انفلاميشن. اوكي نشوف ماكروفاج لمفوسايت بلازما سيل كلها عبارة عن انفلاميشن. جونز كريتيريا فور انيشال اتاك روماتيك فيبر، طبعا تحتاج انه بيبياس ايفنت، لا ما تقدر تقول هذا جونز كريتيريا اذا ما اكو عندك بيبياس ايفنت او سبورتيف ايفنت او توسيات ستريبتوكوكال انفكشن واللي هي يعني ايفيدنس اوف سكارلت فيبر توسياتيس وذ ايفيدنس اوف انفكشن فور ستريبتوكوكال انفكشن. الجونز كريتيريا هي اما تو ميجر كريتيريا أو one major criteria with two minor criteria plus the evidence of based vocal infection. لازم أكو evidence of recent vocal infection، يعني لازم يصير عنده مثلا disease throat swab for culture sensitivity أو disease or titer أو عند evidence of scarlet fever مسجلين وهذا عند scarlet fever manifestation. هذا هو اللي يلا نحتاج نضيفه حتى نقول ويا الكاركاتيس ويا الكاركاتيس نحتاج انه نثبته. لازم بدون evidence of structural infection ما نقدر نعتمد على major و minor criteria. المهم الميجر هي الكاركاتيس عبس شو تقول pancarditis الكاتس كنا أولي الكاتس ميكاتا الكاتس والكوريا والسبتا نستنبيهم والألكم الأكاتا الماينر كاتية هي الفيبر والأرثرالجيا. طبعا لما تكون أرثرالجيا ما يصير بعد، لما تكون أرثرالجيس ما يصير بعد نفكر بالأرثرالجيا، ماشي؟ لما يصير أرثرالجيا وعنده أرثرالجيس ما تجي أكو فتش الإليفيتد سلمتش عليت يعني ASR ما تتمنى آليس CRV ما تعالي لفوسايتوسيز، هذه هم جاعتبار 1 ولا ماينر كراتيريا أو بولوم في عرتب. مميزات الأرثراتيس هي طبعا أكيوت، يعني من واحد جيك أرثراتيس وصار لها 8 أسابيع فهذا ما تكون شنو ما يبقى ما تكفيه الروماتيك فيبر أكيوت ما تطول تروح شو تكون مع الكريتيريا تكون فولي يعني ميني جوينت والإفكت ميني لارج جوينت لارج جوينت سمول جوينت unlikely to have سمول جوينت arthritis يعني الهاند ميتاكاربا فرنجيال جوينت هذه ايمن تجي arthritis unlikely to be روماتيك اللارج جوينت على تنيد البور ليست هي تكون تجي ويانا روماتيك ارثرايتس اذا تكون اكيوت يعني ما تطول اكثر من 6 to 8 ويكس. اذا هي جتك اكثر من 8 ويكس فهذا ما ممكن تعتبرها اكيوت روماتيك فيبر، هذا غير الجوينت ممكن تسوى اكيوت جوفينال او جوفينال روماتيك جوفينال روماتيك ارثرايتس. بعد كاركترستيك فيشر هي المايجريتري يعني انفولف وان جوينت تو انذر جوينت يعني ممكن يصير بالني بالليفني ويومين يصير بالريست والتتيام فهي migratory ويمن resolved from the affected one
no sequelae يعني ما بيها فد مشكلة بحيث يرجع normal functioning joint. بعد إما يجيك واحد mono arthritis يعني يجيك واحد knee joint arthritis هذا ما ممكن تعتبر single joint تعتبره rheumatic arthritis rheumatic ما ممكن تفكر غير أسباب تفكر هذا leukemia تفكر osteomyelitis تفكر septic arthritis إلا إذا كان استخدمون anti-inflammatory medication. طبعا هي major presentation two-thirds of the patient هي arthritis 75%. Okay. حاول نوقف السلسلة هذا anti-inflammatory خاصة الأسبرين واحدة من ال important characteristic feature للروماتيك arthritis هي الروماتيك response للأسبرين لذلك لا تطلع أسبرين وإذا بالعكس إن أنت أطلع أسبرين وصار response فهذا تمشي ويا من الروماتيك وإذا أنت أطلعت أسبرين وما صار response فهذا أنلاكي تبي روماتيك arthritis كارديتس هي مشكلتها انه ممكن تؤدي الى chronic rheumatic heart disease هي انه مشكلة rheumatic fever طبعا ممكن تكون myocarditis ممكن تكون pericarditis endocarditis هي pancarditis وممكن يكون mild ممكن يكون moderated or severe اوكي ممكن يكون حتى transient اذا لحقت عليها عالية ممكن transient لكن risk of recurrence يعني ممكن اكو risk of recurrence لذلك احنا نخليهم عليه background antibiotic الأكثر شيء هي تكون endocarditis يعني شنو valvulitis أو movement of the valve هي هنا مشكلة 50% of patient ال major criteria اللي تخليك أنت تفكر بالcarditis يعني واحد جاك مثلا joint involvement أو جاك واحد أما fever اللي هي شنو تخليك بالتفكر بأنه هذه myocarditis أو endocarditis هو تاكيكارديا out of proportion to fever هي هذا الشيء المهم تاكيكارديا شوفها تاكيكارديا out of proportion حتى كان fever بس هي تاكيكارديا متى مو مثل شوية من the degree of fever بعد شو يكون جاء new heart murmur أو change heart murmur يعني مثل ما كنت تسمع عند systolic murmur بس يكون ما تسمع systolic murmur اوكي فهم الشيء المميز بالكارديتس بالإكزامنيشن تبحث عن عند كاردي أو ميو هاك نعم أو تشينج نعم أو development of severe signs of heart failure اللي إحنا شو نسميه قالوا بيتين تكيبنيا هو ويت جين تشيس انفكشن بس من هيد لوب استابلشت هارت فيلر قالوا بيتين سو لثيم تكيكارديا نعم بس انفكشن most valve affected هو المايتر هو المايتر الأيوتيك valve هي المشكلة إنه يصير انضرب بالvalve بالمايتر الأيوتيك يعني فالvalvular insufficiency يصير بالأكيوت stage بعدين ممكن تنتهي إن بالvalvular stenosis تنتهي بعد سنوات يصير بالvalvular stenosis أو valvular failure لو يحتاجون سيرجري valve replacement اوكي progressive valvular disease ممكن تؤدي valvular stenosis ويحتاج بعدين هذا valve replacement and predisposition for infected endocarditis شوف هذا valvulitis طبعا valvulitis يعني نوع افكت ذا هارت راح نشوف الاندوكارديوم هو شنو نفس هو نفس الباثوي اللي هي انفكتف اندوكارديتس هو يصير تيربنس اخو بكتيريا تجي يسوي ادهيجن ادهيجن يسوي وراح تجي الماكروفيج تجي اتاتش ذا اندوكارديوم وش يصير يصير انفلاميشن فيصير مثل الابسس احنا الابسس شي سميه فيجيتيشن فهو المين
ايكوكال جيوغرافيك فايند، نشوف عادة شو نشوف فيجيتيشن الهاوس. فيجيتيشن هو شو يعني؟ انفل اكسس او انفلاميشن، يعني يصير فتسايت مع انفكشن وتجي الليمفوسايت تجي الماكروفيج تجي زكبي فتسوي فد ابنورمال كولكشن ابنورمال ماس البلد اللي نشوفه بالايكو اللي هي فيري امبورتنت. لما شك انت واحد عنده روماتيك فيفر، لما شك عنده روماتيك فيفر اللي هي اللي نشوف بي بالاكيوت انفولفمنت، بالاكيوت انفولفمنت اكيوت روماتيك فيفر بتفكر انه هذا شوف راح شوف راح اشوف فيجيتيشن بالمايترال او ايوتيك بالايوتيك. طبعا واذا انعاف واذا ما تعالج واذا ما تلحقت لي هنا ممكن ينتهي بايوتيك او مايترال ستينوسيس. طبعا هذه المشكلة بي انه خلي بالك لما نشوف انت فيجيتيشن الفالب تعتبر هذا انفكتيف اندوكارديتس، انفكتيف اندوكارديتس هذا تعتبر دو كريتيريا انفكتيف اندوكارديتس او هي فيجيتيشن على الاكيوت روماتيك فيفر نيد لونج كورس اوف انتيبيوتيك فور مانث كورس اوف بارنتال انتيبيوتيك. هنا ان شاء الله مهم يعني لازم تخليه على لونج تيرم بارنتال انتيبيوتيك فور مانث. وهذا بتشي يعني كان عند المريض اليوم روماتيك فيفر و الفيجيتيشن كانت واضحة عنده، بقيت اسبوعين بالمستشفى اخذ انتي بايوتيك واسبوعين كملهم بالبيت اخذ انتي بايوتيك. الحمد لله بعدين لما سوينا الايكو الاخير كان كل الفيجيتيشن راح، كان كل اللي يحتاجه انه لايف لونج بروفلاكتيك انتي بايوتيك. الستينوسيس نفس الشيء على اللي انتي بعدين فايف مرات ريبليسمنت. احنا وقت احنا ما تجي كل الفيتشر ما تكون سلولي ديفلوبينج كارديتس، هذني الميجر كارتيريا يحتاج وقت وحدة تظهر مع يعني بعد الاخرى ما تظهر كلها مع بعض، فالنوبات تتأخر لتظهر والنوبات الفورية اصلا تتأخر لتظهر. يعني نوبات احنا بس فقط بين الكورية ممكن شو نقول؟ نقول هذه سدن هام كورية او روماتيك فيفر، ممكن يكون مال كارداتس ما صار تسوية كارداتس، او ممكن صار كارداتس ما حاسين بيها وبعد البيشنت ما صار يزين او اندولنت يعني سلولي. وطبعا بريكارس بعد ما تحتاجها انت بريكارس دزيكو بلاد كابتشر. الكورية هي 10% 15% اللي هم شو يساعدهم؟ يمكن تكون سبتل فونيولوجيكال بيهيفير ديسورد، يعني شنو يساعدهم؟ ايموشنال ريابلتي ان كوردينيشن فور سكول بيرفورمانس ان كنترول موفمنت فيشال جامسينج اكزاجريتد باي ستريس اند ديس ابير ويز سليب. اوكي هي هذه اللي يسميها سيدنهام بيهيفير نيولوجيكال movement of itself اللي يعني ممكن تكون واضحة عندي ماشي. احنا اللي نشوفين كمانوفر اللي نشوف بيها ممكن نشوف بيها abnormal movement هي يسموها milk maid grip، يعني نحاول نصافحه راح نشوف فيها اوكيلر كونتراكشن او مصل او فحات. اوكي لما نقول له الزم ايدي او سكويز اكزامينر فينجر راح نشوف اوكيلر كونتراكشن. بعد سبونيك انفورميشن لما نقول له مد ايدك راح نشوف سبونيك انفورميشن، وبعد لما نقول له مد لسانك راح نشوف ورمين موفمنت. هي هذه اوكيلر كوردينيتد موفمنت. بعد هاند رايتنج همين هي هذي نشوف فاين موتور موفمنت. ما عادة هي ما تؤدي الى permanent neurological sequelae او good response to neurological medication، يعني الهاليباريدول ما هاليباريدول نستخدمها. هي في مارجيناتا هي من اسمها
اريثيماتيك مارجناتور، يعني المارجن تكون مور اريثيماتس والسنتر هيلش يكون سنتر. موجود على التراك. اوكي هي تظهر with exposure to cold and disappear with hot. Around 3% 3% of هي اريثيما والمارجن مالتها تكون اكتف وبيل سنتر. السبكتانس نوديول لا، هي شو تكون؟ هي نوديول هارد كومبيلس نوت بلوت 0.2 to 2 سنتيمتر، موجودة على الاكستنسر سيرفيس لارج اند سمول جوينت. طبعا لما تكون موجودة هي موجودة 1% تكون اسوشيت وذ سيفير كارديتس. احنا الدياجنوستيك قلت لكم يحتاج ان مثلا يكون اي اس او تايتر ثروت كلتشر او سكارلت فيفر موجودة، ونحتاج الدنيل كرايتيريا. طبعا ديفرنشال دياجنوستيك خلي بالك اذا كانت كولوم ممكن تكون جوفينال او مثلا ممكن تكون اس ال اي، ممكن تكون مانفستيشن اوف لوكيميا جوينت، مثلا واحد يجينا جوينت بين او ارثرايتس خلي بالك هذا لوكيميا، خلي بالك تكون اس ال اي، خلي بالك تكون جوفينال او مثلا ارثرايتس سيبسيس ارثرايتس سيكل سيل ديزيز في اكتيف ارثرايتس. هذا هو الديفرنشال دياجنوستيك. Bed rest 10 days antibiotic bed rest إذا هو كان بس خاصة كان بس arthritis ومونيتر for evidence of carditis. طبعا antibiotic 10 days penicillin أو erythromycin benzathine penicillin واللي هم صار عندهم مونيتر يحتاجون lifelong antibiotic اللي يحتاجون يمنجون arthritis أو كارداتيس. احنا عادة نبدأ بالأكتيف كارداتي ثيرابي اللي هم شنو الساليسالات الأسبرين دي هاي دوز 100 ملغرام بكي جي في 24 أورا هاي دوز فور 3 تو 5 دايز then 72 ملغرام بكي جي فور 4 ويكس بس طبعا هذا ريسك اوف ساليسالات توكسيستي. هذا شو وقت من يكون عندهم بس أريثرايتس أو يكون عندهم كارداتيس without cardiomegaly or heart failure يعني بعد mild disease. يعني يكون عندهم heart failure وcarditis يعني congestive heart failure ذاك الوقت نبدي ستيرويد بريدنيزولون 2 ملغرام في كي جي for 2 to 3 weeks وبعدين يمن after 2 weeks يمن نريد نسوي tapering نضيف لأسبرين 75 ملغرام في كي جي for 6 weeks. اوكي فاذا الاسبرين يمكن تكون فقط arthritis manifestation او carditis بيكون heart failure، يعني يكون heart failure وياها يبدي steroid for 2 to 3 weeks وبعدين بالتفرين يبدي salicylic هذا before after injection. شوف هنا ذني event، شوف arthritis ممكن تظهر ويا carditis يعني ايه المارجناتا الكوريا عادة ورا ما يخلص البيك مالت الارثرايتيس والكارديتس والارثرايتيس والمارجناتا ممكن تبدي الكوريا وممكن تكون هي الاولي مانيفستيشن اوف روماتيك فيلر. حتى السبكتانس نوديول هم نفس الشيء تكون هي بيها الاولي مانيفستيشن. بس اكو سؤال كومبليكيشن مثل ما قلنا هي روماتيك فابولار هارت ديزيز ممكن تكون لايف لونج. الفيت مالتهم شنو هو؟ واما كومبليت ريكفري تركيوت اتاك ممكن يكون وان اتاك ويحتاج كومبليت ريكفري يعني ما يصير بها هارت انفولفمنت لو ممكن تؤدي الى كارداتيس كارداتيس هيزفر كارداتيس ماشي. البعض الافكتد هي هنا المشكلة احنا يكون هو susceptible for suitable environment for bacteria اللي هو early large scale potential of the bulb اللي هي تكون good environment for bacteria اللي ممكن هي تصير attach element للvalve البكتيريا تجي وتسوي attachment للvalve فممكن يكون the environment للbacteria سكرة.
لايف لونج يحتاجون.